إذا أريد أقيم النتائج أي. كمختص وأنت نعم. أيضا أنا كإعلامي نعم. وأنت أيضا كمختص نعم. الظلم النتائج وقع على القوى الشيعية أكثر من القوى الكردية وأكثر من القوى السنية والقوى الشيعية هنا بين قوسين والتي كان لها موقف سلبي من تشرين نعم. هذا إذا ما ذهبنا إليه وأردنا أن نفسره شلون نفكك هاي المعادلة؟ شوف أولاً بحيادية بحيادية كاملة. أولاً القوى السنية هم كانوا بس اثنين يتنافسون، مو عندك مثل القوى الشيعية عندك أكثر من 10 جهات تتنافس على نفس الجمهور، هناك عندك اثنين يتنافسون على نفس الجمهور هذا واحد، والكرد أيضا عندهم 3 أو 4 يتنافسون على نفس الجمهور هذا واحد. أي. لو كنا منصفين وبالأرقام، وأنا أثبتتها بالدراسة اللي سويتها بالأرقام، الجماعة اللي الآن معترضين عليهم أن يبوسون إيديهم وجهه قفوة لأن كان ممكن تكون خسارتهم كارثية لو التشرينيين والمستقلين عارفين شلون يضبطون أصواتهم. خليني أرى رقم 2 بالله، خليني حتى أرى رقم 2 من أكبر الخاسرين بهاي المعادلة. أكبر الخاسرين بهذه المعادلة هم المستقلون. تدري كم صوت جمعوا؟ أي 1,716,800 المستقلين جمعوا ما يناهز 1,000,000 ين، بمعنى جابوا تقريبا 25% من الأصوات. المفروض لو بالنظام النسبي القديم 327 عدد المقاعد ل 327 ال 25% من عدها ايش قد تسوي؟ تسوي تقريبا المفروض المستقلين يجيبون اكثر من 80 مقعد. المفروض المستقلين يجيبون اكثر، لكن ما قدروا لانه نزلوا بطريقه ما مدروسه وما كانوا موحدين. نجي على شوف الكتلة الصدرية جابت 72 مقعد. 72 مقعد ايش قد جابت؟ اقول لك يا دكتور دقيقة، انا خلي اجي يمك لان انا الله محيط. يعني صدمتني هاي المعلومة. يعني انت الان بالدرجة الاولى عدد الاصوات التي جاء بها المستقلون 1,716,000 صوت. صحيح، لانه هم الان الكتلة الاولى. المفروض بس لكنه شوف مشاهدينا الكرام، يعني هذا الذي كان يعنيه السيد منقذ داغر، إذا قد عندك أصوات ممكن تصل ملايين، لكن إذا كنت يكون توزيع المرشحين مالتك غلط روح. ولذلك المستقلون هم الكتلة الأولى، لكن كان تنقصهم الخبرة. صحيح. في توزيع المرشحين الخاسر الأكبر كانوا الخاسر الأكبر هم. شوف خليني أجي أنطي مثل مهم جدا. ائتلاف تحالف تقدم 638، ائتلاف دولة القانون 502، تحالف الفتح 444. الفرق بين دولة القانون والفتح تقريبا 60,000 صوت فقط 60,000 صوت، لكن الفرق بالمقاعد ايش قد؟ دولة القانون ايش قد جابت والفتح ايش قد جابت؟ دولة القانون جابت اعتقد 34 مقعد، والفتح جاب، هاي الارقام رسميه طبعا رسميه من المفوضيه اخواننا بتحالف فتح وائتلاف دوله القانون اللي انتم الان معترضين، هذه الارقام الرسميه قد تظهر لاول مره من المفوضيه يقدمها الاستاذ الدكتور. انتم اصواتكم 444,000، شوفوا أصوات الكتلة الصدرية 885,000، فيما إذا أضيف إليكم دولة القانون صحيح. ستصبحون 900 إلى 1,000,000. صحيح. بمعنى أنتم أعلى. صحيح. لكن الخطأ يا أخوان كان خطأ فني وكان خطأ تقني بالنسبة لكم. تمام. لما نقول فني تمام. بمعنى الأخوة بدولة القانون وبفتح ما كانوا فاهمين هذا القانون. صحيح. بالشكل الذي يواهي لهم. أنطيك مثل آخر. الكتلة الصدرية 885 صح؟ 885. نعم. تمام. الفتح إيش قد؟ 404، يعني نصهم نص الأصوات 885. ها؟ هنا 444. الصدريين كم مقعد جابوا؟
73 زين، ايش قد الفتح جابه؟ 17. المفروض المفروض لو دارسين لو لو مؤدين لو نسبه وتناسب اقل تقدير يطلعون 38 صوت احسن مقعد صحيح، لكن القانون الجديد يختلف. اكو عند مثل بالانجليزي يقول they didn't do their homework، ما سووا واجبهم المدرسي، ما درسوا ما درسوا زين، لا يلومون احد. اللي يريد يلوم خلي يلوم نفسه، لان ما سوى الواجب، ما كتب الواجب مالته بطريقه صحيحه. كمل الان، خلينا نجي على نقارن على عزم، مثلا عزم والتقدم. اي تقدم 638 اللي جاب 36 صوت، عزم 417 ثلثين. المفروض عزم على الاقل يجيب 24، لكن ايضا لان لانه ما عرف شلون ينزل جماعته. شوف هي بالضبط اكو مثل بسيط هذا نشرحه للي يريدون يتعلمون هذا. هسه اذا انا عندي 5 اولاد كل واحد انطيه 1000 دينار، اقول له روح ايش قد تقدر تشتري موبايلات بيها. يروح اول واحد اي نفس الالف، يروح يجيب 3 موبايلات لان افتر وعرف وين اكو ارخص واحد وين، ودرس سوى الواجب مالته جاب 3. الثاني يجيني جايب بس واحد، يقول يا الله حصلت واحد. الثالث يقول والله غابة ما حصلت ولا واحد. ليش ما حصلت؟ لأنه ما طلع، ما افتر، ما سوى شغله. وتالي يجي يقول ذولاك شلون جاب 3، ذاك جاب 3 لأن عرف شلون يسوي واجبه. فهذا اللي صار هو نتيجة الجهل بالقانون. خليني أنطيك بعد، بالله السيد المخرج طلع لنا رقم 3 هذا صادم. الآن هذا اللي رحنا شوف هنا، إحنا سوينا 8 كل مقعد، هاي عتبة انتخابية داخل داخل أحسن التحالف. يعني بمعنى الصدريين جابوا 73 مقعد، قسمت ال 73 مقعد على عدد الأصوات، على عدد أصواتهم جابوها، فيطلع لك كل مقعد شقد ثمنه بالأصوات. زين شوف شوف راح فدرقهم أعلى أعلى ثمن، يعني اللي اشترى بأغلى شيء اشترى مقعد بأغلى شيء هم منو؟ المستقلين. ثمن المقعد الواحد مالتهم طلع 42,000 تقريبا 43,000 صوت، حقوق 95,000 95,000 اكثر واحد، لان هم جابوا بس مقعد قراهم واحد واحد حتى المشاهدين. خلينا نبتدي بحقوق زين. أيه. ملاحظتك كلش زينه. حقوق ايش قد جابت؟ مقعد واحد 95. اذا هي صوتي لها 95، صوتي لها 95. أيه. لكن وين راحت هاي الاصوات مالتهم؟ بمقعد واحد، راحت جابت مقعد واحد فقط. أيه. ده تلاحظ. أيه. شلون؟ فاذا ثمن المقعد مالتهم كان 95,000 صوت حتى يجيب له مقعد واحد، معناته مو ما عنده قاعده، مو ما حد صوت له، الاصوات مالته ما انباقت. يعني هذا لكن اللي لازم، هكذا هو التوزيع. أحسن. بناء على توزيع المرشحين. صحيح، انتم اللي وافقتوا، انتم رشحتوا بهذا الشكل، اصواتكم جاءت بهذا الشكل. بالضبط، القانون يتعامل بهذا الشكل، واحنا ما نقدر نلومكم لانه انتم حفظتوا سانت ليغو على 1 على 3 على 9. هذا القانون جديد. فانتم دفعتوا ثمنه لانه بعدكم ما فاهمينه. زين شوف الصدرين اقل سعر، اقل سعر اشترى بيه او ثمن اقل ثمن لمقعد هو للصدرين فقط 12,000 مقعد لكثرة عدد المصوتين لهم، ولكثرة عدد الفائزين، لأن وزعوا جهدهم بطريقة صحيحة. هذا النظام لا يعتمد على من أكثر شعبية، من هو الحزب الأكثر شعبية، وإنما من هو الحزب الأكثر فاعلية. أكو فرق بين الشعبية والفاعلية. الشعبية يعني أنت شقد تجيب لك أصوات. شو إذا نتذكر في الولايات المتحدة الأمريكية لما نتنافسوا هيلاري كلينتون وترامب، تذكرها كلينتون كانت أصواتها أعلى، لكن منو فاز؟ ترامب. ليش؟ لأن عرف وين يشتغل، وين يوزع جهده. تمام. نفس القصة بالضبط صارت عندنا، الصدريين عرفوا يلعبوها صح،
عرفوا شلون يوزعون جهدهم، مو بس عرفوا هم شلون يوزعون جهدهم، وإنما كان عندهم ماكينة انتخابية تقول له أنت بالدائرة رقم واحد تروح تصوت لفلان مو لفلان، يعني إذا عنده مرشحين اثنين أو ثلاثة حتى يوزع أصواته بين الاثنين وثلاثة ويضمن أنهم ثلاثتهم يفوزون، شي يسوي؟ يعني هذا اللي حصل ويا حاكم الزاملي ومهدوري وقاتهم مرشح ثالث، صحيح أعتقد ثلاثتهم فازوا بنفس الدائرة، بنفس الدائرة. ليش؟ لأنه أكو توجيه من الماكينة الانتخابية للحزب، أنت كل واحد من وين بس تروح هنا تصوت؟ هنا طالما احنا نتحدث أمام المشاهدين، هذا يحتاج على حزب عنده قاعدة جماهيرية، صحيح، مو على حزب ناشئ. نعم. لكن نرجع ولذلك الناشئين المستقلين، المستقلين الآن ما يقرب المليونين قاعدتهم الشعب، لكن ما يعرفوا، ما عرفوا شلون يوزعوها، ما عرفوا شلون يوزعوها هم والتشرينيين، وبالتالي هم جابوا 49 جابوا لقاء. لكن كان ممكن يجيبون، يعني اقول لك هم اكثر، ممكن يكون الكتله الاكبر 100% كانت كمل. الكتله الاكبر لهم ياخذوها لولا شغلتين سووها، المقاطعه قاطعوا دعوا للمقاطعه، والثاني انه ما عرفوا يوزعون جهودهم. دوله القانون ايضا اشتغلت بطريقه صحيحه، يعني احنا حتى لا حد يقول انه ضد هذا المحور او ذاك المحور، ما لنا علاقه. انا مشاهدي الكرام انا قلت ما لنا علاقه بالفائز وما لنا علاقه بالخاسر، احنا نبغي ان تفهموا الحقائق حتى لا يراق دم، لانه هنالك من يحاول ان يجعل الامور في غير نصابها او يمارس سياسه التجهيل والتضليل، هذا الذي الان انتم تتحدثون عنه. المستقلون هم اكثر الناس الذين تم التصويت اليهم، اصواتهم حتى فوق التيار الصدري، فوق المليونين، وهذا امر مفرح، لكنهم جاءوا ترتيبهم مش قد بالاخير، وما زعلانين، ما قالوا ان باقت اصواتنا. انا اتمنى ان نصل الى فهم وقاعده مشتركه بالفهم حتى نحافظ على ولياتنا ونحافظ من الانفجار. وعليكم يا قوى سياسية، من زمان أنا قايلها حتى بالحياة العامة، ما حد يتعلم بلاش، أنتم محتاجين أن تتعلموا، هذه الأرقام أمامكم والمفوضية أمامكم، وكان من المفروض أن تذهبوا مثلما أنا والدكتور منقذ داغر نقدم هذه الخدمة نشرحها للجمهور، ما كان وصلنا إلى هاي النتائج.